زينب شهيدة عاشوراء الأولى وشاهدة وقعتها العظمى. صحيح أنها لم تقتل في كربلاء، لكنها تحملت آلام القتل مع كل شهيد سقط هناك. ولولا مواقف زينب لضاعت دماء أهل البيت في رمال الأرض، ولضاعت قصص عاشوراء في زحمة الأحداث، ولم يكن أحد يعرف ماذا جرى في أهم وأخطر وأعظم معركة وقعت في هذه الحياة. لقد كانت زينب المرأة التي حملت أمرين عظيمين في وقت واحد، حملت آلام كل الشهداء وحملت رسالة كل الأنبياء. صلاة الحسين عليه السلام في ظهر عاشوراء هي أول صلاة أقيمت في دائرة الموت، وقتل فيها كل من اشترك في إقامتها. كانت صلاة اختلطت فيها أصوات المصلين مع أصوات اشتباك الأسنة، وتقاطرت فيها الدماء من شفاف المصلين مع تقاطر كلمات الذكر منها. لقد كانت صلاة في مواجهة أعداء الصلاة، وكانت صلاة الدم في محراب الإيمان، وصلاة العدل في دائرة الشهادة، وصلاة الخير في مواجهة الظلم. الحسين حجة الباري على كل ما سواه، فهو إمام أهل الدنيا كما هو إمام أهل الآخرة، وسيد الإنس كما هو سيد الجن. ولعل ذلك معنى ما قيل فيه أنه سيد الدنيا وسيد الآخرة. في معركة عاشوراء نموذج للتعبئة الشاملة، فقد انخرط في القتال الطفل الصغير إلى جانب الكهل الذي تجاوز 90، وقاتلت المرأة إلى جانب الرجال، وقاتل العبيد إلى جانب الأحرار، ومع قلة العدد فإن كل أهل البيت دخلوا في المواجهة مع كل بني أمية. فسلام الله على آل محمد قاطبة، ولعن الله بني أمية قاطبة.